بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحسن الله عزاءكم واعظم الله اجوركم وانتم تحيون زياره الاربعين اربعينيه الامام الحسين، هذه الزياره التي اختص الله بها الامام الحسين عليه السلام لسبب ولسر يعرفه الله سبحانه وتعالى. ولعل واحده من هذه الاسرار وليس سر واحد التي يمكن ان نتحسسها او يمكن ان نتحسسها نحن هي هذه العلاقه الرهيبه بين الحسين واتباعه وزواره من مختلف انحاء العالم وهم يهيئون العده يعدون العده ويستعدون ويمضون في طريق العشق الحسيني نحو الظهور المبارك للامام المهدي صاحب العصر والزمان الذي سيملا الارض كل الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا يمكن تلخيص اليه مسيره الاربعين بشكل افضل كما اعتقد في هذا الشعار حب الحسين يجمعنا طيب اذا كان حب الحسين يجمعنا من الذي يستطيع أن يفرقنا بل لماذا كل هذه المؤامرات لكي يتم تفريق وتقسيم المسلمين وطبعا الشيعة بشكل خاص وإيجاد الفرقة وإثارة الكراهية والنفرة والأحقاد بين المسلمين اليوم بعد ما فشلوا ولاحظتم أنتم بعد ما فشلوا في استهداف الزائرين هذه الممارسات الفردية التي وجدناها هنا وهناك للإساءة إلى الزيارة من جهة وإلى الزائرين استهداف الزائرين بشكل خاص هم الآن يستهدفون خدام الحسين يستهدفون من يقدم الخدمات سواء كانت هذه الخدمات لوجستية أو حتى الخدمة الكبيرة في التعبئة الحسينية رواديد الحسين قراء المراثي الحزين الحسيني يجري تشويه حتى هذه المراسم وهذه المراثي بطرق مختلفه بطرق مختلفه اصوات مختلفه اضافه موسيقى محاوله تحويل المراثي التي تبعث على الحزن وتثير التعبئه الواعيه الى اغاني الى ملاهي حتى وهذا طبعا نهج قديم جديد يتكرر باستمرار، هم الان يستهدفون خدام الزائرين لانهم يستهدفون الامام الحسين بشكل مباشر، هم لا يستطيعون ان يقولوا نحن نستهدف الامام الحسين، لا يستطيعون ان يقولوا نحن ضد الامام الحسين، فياتون ويستهدفون كل من يقدم خدمه باي شكل من الاشكال للامام الحسين ولزائري الامام الحسين، والا هل يعني اخواني واخواتي هل من المعقول هل من المعقول ان يصبح يزيد بن معاويه من الصحابه او من, من 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 اولاد الصحابه؟ ما يصير او عمر بن سعد يعتبر من الصحابه او من مدرسه الصحابه وهذا ما يصير بل حتى معاويه الذي خرج على امام الزمان ومن من منطلقهم هو الخليفه الرابع كما يقولون الذي خرج على الخليفة وعلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين من وجهة نظرهم أقول هذا خب لا يمكن أن يكون من الصحابة الذي قتل الصحابة لا يمكن أن يصبح من الصحابة الذي قتل عمار دس السم للإمام الحسن الحسن ليس من الصحابة الحسن عليه السلام ابن بنت رسول الله هو من أهل البيت السيجون يريدون يشوهون حتى ويقللون من منزلة أهل البيت عليهم السلام يحشرون الحسن والحسين والإمام علي عليه السلام ومن الصحابة هذول شو يصير يعني هنا تأتي هذه النظرية السيئة التي يراد ترويجها دائما نظرية بني أمية الإسلام الأموي أنه أن أنت تكون تقبل هذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه وحشي رضي الله عنه قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه جاءت هند رضي الله عنها فلاكت أخرجت كبد حمزة رضي الله عنه ولاكته وأكلت منه كلهم بالجنة يوم القيامة أخوان على سرور متقابلين هذا يخل بعدالة الله سبحانه وتعالى الله يقول ببساطة شيء بسيط أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فكيف من يقتل بذريه رسول الله ويقتل صحابه رسول الله عمار وغير عمار ومن يسيء لاهل البيت عليهم السلام هؤلاء لا يعتبرون من الصحابه اقول الان هذه الاثارات في هذا الوقت بالذات لها اهداف كبيره ولها هذا كله يجري في مطبخ والمطبخ هو موجود عند اعداء اهل البيت عليهم السلام واعداء المدرسه المحمديه، مدرسه الاسلام المحمدي الاصيل. انتم لاحظتوا هذه السنه، طبعا في السنوات السابقه موجوده مثل هذه الامور لكن مو كثير بارزه، بس هذه السنه عندك موكب نداء الاقصى. منو نداء الاقصى؟ كلهم علماء كبار بارزين من مدرسة أهل السنة من نجي يريد يعني مدرسة الخلفاء كما يسميها المرحوم آية المرحوم آية الله مرتضى العسكري قدس الله نفسه الزكية يقول مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام خب مدرسة الخلفاء أو مدرسة الصحابة كما يريد أن يعني يسميها البعض هذولي يعني الآن موجودين عندهم موكب اسم نداء الأقصى حتى الاسم فيه دلالة كبيرة أن فلسطين هي التي أيضا تجمعنا تحت سقف حب الحسين عليه السلام لاحظت مواكب الزيارات لأهل السنة علماء أهل السنة القادمين من كردستان, من كردستان العراق ومن كردستان إيران ومن سيستان وبلوشستان في الجمهورية الإسلامية من أوروميا من الأماكن الأقاليم أو المحافظات التي يقطنها أهل السنة ومتعرفون انتم في ايران اكثر من خمسة عشر الف مسجد لاهل السنة والجماعة في ايران ويجون يقول لك الايرانيين في طهران لا يوجد مساجد لاهل السنة وموجود على الاقل تسعة مساجد ها في طهران بس هذا مو موضوعنا بس اقول شفتوا في الصور وفي الافلام شلون يجون مقبلين على زيارة الامام الحسين لان حب الحسين هو الذي يجمعنا فإثارة مثل هذه الموضوعات في هذا الوقت بالذات له أهداف خبيثة، واحدة منها أيضاً هو الإساءة لأهل البيت عليهم السلام ولمدرسة الخلفاء ها لمدرسة ها لهؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه بالفعل أن حب الحسين هو الذي يجمعنا. احنا طبعاً خلال الأيام المقبلة راح تشوفون تزامن ذكرى الحرب التي فرضها النظام العراقي نظام صدام بل صدام بنفسه على الشعبين الإيراني والعراقي وتحديدا لدق إسفين بين الشعبين وتحديدا بين الشيعة في العراق والشيعة في إيران هذه الزيارة في هذه المناسبة بالذات يعني هذا التزامن هذه الزيارة راح تعطي مفاهيم كثيره تعطي رسائل كثيره عن ان كل محاولات دق اسفين بين العراقيين والايرانيين باءت بالفشل ويجب ان تبوء بالفشل وعليكم ان تنتبهوا اخواني واخواتي لان هنالك ممارسات يقوم بها اعضاء في منظمه مجاهدي خلق الارهابيه المعارضه، الارهابيه التي كانت الولايات المتحده والدول الاوروبيه تصنفها منظمه ارهابيه الان هم ايضا يحاولون ان يدسون بهم في مواكب الزيارات لتشويك سمعه الايرانيين وبالمقابل يشوهون سمعه العراقيين لان يعني يستهدفون اعظم ظاهره ابرزتموها الى العالم ايها العراقيين وهي ظاهره كرمكم. انتم الكرماء فاحذروا من هذه المؤامرات. ابقوا معنا. رئيس الاستخبارات التركيه في بغداد رساله لمن يعنيه الامر نحن هنا في الواقع العنوان الذي يجب ان يثار حول هذه الزياره السريه غير العلنيه بعدين اعلن عنها في وسائل الاعلام هو ان رئيس المخابرات التركيه يحتكر القرار السياسي لسنه العراق هذا عنوان لصحيفه مموله من دوله عربيه معروفه وتؤيد ما اصبح يعرف بتحالف السياده الذي اعلن في انقره تحالف السياده كما تعلمون بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبحضور رئيس الاستخبارات التركيه هاكان فيدان فهذا العنوان طبعا أنا أنقل عنوان أنقل عنوان لا أتبنى وجهة نظر هذا العنوان هنالك عنوان فرعي آخر يقول بضوء أخضر تركي هذا طبعا حتى يتذكرون أولئك الذين يقولون دائما لا شرقية لا غربية يتحدثون عن السيادة يثيرون شبهات حول موقف الجمهورية الإسلامية في العراق او من العراق ويثيرون شبهات حول العلاقه التي تربط بعض القوى السياسيه العراقيه بالجمهوريه الاسلاميه وفي هذه المناسبه قبل ان اتحدث عن هذا العنوان بضوء اخضر تركي يحضرني او يجب ان يلفت يلفتكم انتم ان جميع وسائل الاعلام الاجنبيه جميع بلا استثناء الا ما ندر يعني الا ما رحم ربي وهذا انا ما شفته. وسائل الاعلام العالميه الاقليميه وحتى المحليه التي لديها موقف والتي تسير تشغل من يجون يذكرون الاطار التنسيقي يذكرون حزب الدعوه الاسلاميه، يذكرون منظمه بدر، يذكرون عصائب اهل الحق يذكرون فصائل المقاومة الأخرى النجباء وغيرها الحشد الشعبي <applause> الحشد الشعبي هسه الحشد الشعبي مؤسسة عراقية شاء من شاء وأبى من أبى رسمية بقرار من البرلمان قانون سنة لها وهي تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء هذا هذا التسمية الرسمية هاي وسائل الاعلام من تجي وتوصف ذو بتتحدث عن ذول شو تقول؟ تقول المدعومين من ايران وكلاء ايران، طبعا انا بالمحور الثالث راح احكي شوي عن موضوع الوكيل والاصيل. يعني يخرجوهم من الوطنيه العراقيه بالوصف ويركزون ايضا على جهات اخرى مثلا التيار الصدري يصفونه بانه داعيه للقوميه والوطنيه العراقيه يخاف على العين وعلى الراس لكن التركيز على اخراج هؤلاء من هويتهم الوطنيه الاخرين هذا يعني اكو شيء وهذا ايضا يثير يعني كراهيه داخل المجتمع العراقي وفي الخارج يعرف ويقدم هؤلاء الاطار اللي ذكرتهم وحتى الحشد الشعبي بانهم مرتزقه وعملاء لايران هاي كلمه الذيول ترى مو سهله يعني هذا اطلاق كلمه الذيول والولائيين هذا كلها تدخل في اطار هاي المدرسه اللي تشتغل على قدم وساق لتقسيم المجتمع العراقي وتقسيم المجتمع الشيعي تحديدا وتكسير مجاديف الشيعة بشكل خاص فهذا يقتضي أنه الأخوة المعنيين اللي متهمين بانهم عملاء لايران يروحون يستخدمون الطرق القانونيه للجم ومنع هؤلاء المراسلين كلهم هؤلاء يعتمدون على مراسلين عراقيين موجودين في العراق اجوز بعضهم مو عراقي موجود مثل البي بي سي فارسي وغيرها موجودين في داخل العراق هؤلاء ايضا يجب ان يحاسبوا بالقانون او يمنعوا من ان يغطوا اي حدث عن العراق بهذه الطريقه مو هذا مو يعني مو ضد حريه التعبير انت ما جاي تجي تمنع الاخرين من التعبير او من ان ينقل الحقائق على الارض او ينقل ما يعتقد انه حقيقه مو مشكله المشكله انت من تجي وتركز على المدعومين من ايران وكلاء ايران ينفذون اجنده ايرانيه لا لا انت جاي تدس السم بالعسل وسم واضح بالعسل وتثير الكراهيه وجاي تخلق هاي الاثنينيه وطني وغير وطني هاي حطوها ببالكم فبضوء اخضر تركي ائتلاف السياده سياده يتفق مع حزب بارزاني على تشكيل حكومه كامله الصلاحيات زين ليش بضوء اخضر تركي ليش ليش مو الموضوع مو داخلي؟ انتم تقولون لا شرقيه ولا غربيه، انتم مو تقولون تبعيه ما نريد. مو رفضتوا كل الوساطات الاخرى الداخليه المحليه. ليش بضوء اخضر تركي؟ قد قد يقول الان قائل من منكم زينوا إيران يا بي ايران هم ايران هم من اجت وحكت ويا الاخوه في التيار الصدري او حكت ويا الاخرين الموجودين من القوى السياسيه سالوها قالت نحن لا نتدخل في قضيه تشكيل الحكومه هذا مو شغلنا بس احنا يهمنا وحده الموقف العراقي وتحديدا وحده الموقف الشيعي طبيعي دوله مجاوره للعراق فقط تريد ان لا يصير من من, من... انت من تسوي انقسام داخل البيت الشيعي وشفتوا فتنة الخضراء وتفاصيلها يعني أنت جاي تزعزع الأمن في العراق وبالتأكيد الأمن في العراق يهم إيران كما يهم كل الدول الجوار أما أن تجي إيران وتقول اتحدوا اتفقوا حتى تسوون حكومة بالمواصفات التالية والمواصفات التالية ذكروها وبرروها قالوا والله احنا نفضل ونريد بقاء السيد مصطفى الكاظمي لا لا هذا تدخل في الشؤون الداخلية وهذا يعني كما تقول هنا الصحيفه ويقول الكثيرون ممن هم على هذا النهج هذا يعني ان تركيا الان تتحدث باسم السنه ليش هذا الاستقطاب وليش نسمح لمثل هذا الاستقطاب ليش تركيا تتحدث باسم السنه ونظهر الشيعه طبعا تتحدث باسم ايران ما تتحدث باسمهم والدليل ان الاخوه في التيار الصدري ما يستمعون الى كلام ايران مو صحيح بل حتى الاخوه في الاطار التنسيقي واكو تجارب كثيره عن هذا الموضوع تدلل على انهم ناس مستقلين هذه وحده العقيده هذا موضوع اخر ساتحدث عنه في المحور الثالث فاستضافة الأخ الشيخ خميس الخنجر لفيدان أي هم يقولون في مقر إقامته بحضور بحضور عدد من النواب رئيس استخبارات ها مو مستشار للحكومة العراقية عم ترقاني مستشار للحكومة العراقية ولم يفعل ما فعله فيدان تقول أن استضافة الخنجر لفيدان في مقر إقامته بحضور عدد من النواب وقيادات ائتلاف السيادة يشي يعني ينبئ بتنامي النفوذ السياسي لانقره في العراق من خلال توثيق روابطها مع المكون السني بالتوازي مع علاقتها القويه بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير اقليم كردستان في شمال العراق وبالجبهه التركمانيه التي يتركز نفوذها في كركوك والموصل ماذا يعني ذلك ماذا يعني ذلك طيب طبعا وتقول وتوضح انه من المرجح ان يطرح الطرفان خيار اعاده تكليف رئيس حكومه تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومه المقبله. ما يصير ما يصير هذه التسريبات. انت لا تستطيع ان توافق على ان تتدخل دوله من الخارج وتفرض عليك رئيس وزراء وانا ادعو الاخوه في الاطار الى الاسراع اذا تريد بالفعل تثبت انه لا احنا ما يخاف نصحون الاتراك احنا ما نستمع الى رايهم انا اقول هنالك اكبر من موضوع فيدان الموضوع الاكبر اقول ان التحالف الثلاثي الذي يشيع البعض الى انه انتهى ببيان الاخوه البارزاني وما يسمى بتحالف السياده أقول أن هذا التحالف الثلاثي ينسق سياساته تحت الطاولة، والبارزاني وتحالف السيادة السني لن يفرطوا بهذا التحالف إلا إذا يريدون يثبتون بأنه بالفعل الآن هم يريدون أن يتحدثوا من منطلق الاستحقاقات الدستورية والوطنية العراقية، إلا إذا سارت عملية تشكيل الحكومة المقبلة الجديدة وفق السياقات القانونية. بدون معوقات وبدون فتنة جديدة وبدون تعطيل لجلسات البرلمان وبدون فرض من هو رئيس الوزراء المقبل لأن هذا استحقاق المكون الأكبر مجتمعيا وفهموها بقى ابقوا معنا تهديدات الموساد الساعة صفر بتوقيت الأصيل وليس بتوقيت الوكيل رئيس الموساد الإسرائيلي يهدد هذه الأيام بأنه سيستهدف الأصيل إيران. يقول نحن بعد ما راح نستهدف وكلاء إيران، يسميهم وكلاء إيران. هذا يعني أنهم قاعدين يستهدفون من يسمونهم بوكلاء إيران. يعني يستهدفون فصائل المقاومة في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في كل مكان هذا هو يقول مو احنا نقوله هسه اولا طبعا الايرانيين أطّل الجواب بالقصه قالوا لعمي الضربه الجايه راح تستهدف تل ابيب اذا استهدفتم ايران عسكريا طبعا هذا كلام هو للدعايه الانتخابيه هسه احكي لكم شلون عندنا حضروا الايرانيين وحده من الاساليب او واحده من وسائل الرد. ارش اثنين طائره ايرانيه مسيره خاصه لضرب تل ابيب. الاصيل هو اللي يضرب <applause> مو الوكيل كما يقولون. هسه في قضيه الوكيل والاصيل هاي ايضا لازم الكثير يعرفها. الناس لانه في وسائل الاعلام تعبر عليهم امور كثيره. ومع الاسف احنا في اعلامنا مقصرين كلتنا مقصرين لا ابرئ نفسي في تبيين هذه القضيه فيما يتعلق باحزاب ما يسمى يعني في وسائل الاعلام المعاديه احزاب ولايه الفقيه طبعا لازم نعرف لازم دائما وسائل اعلامنا تشرح للناس شنو يعني ولايه الفقيه شنو المرجعيه شنو مقبوله عمر بن حنظله وهذا مهم مهم جدا شنو معنى خصوصيه البلد شنو معنى لكل مقام مقال شنو معنى نحن معاشر الانبياء نكلم الناس نحن معاشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم شنو معنى وما نرسل من رسول الا بلسان قومه بس يعني اللسان، اللانجوج، اللغة لا طبعا هذه يجب ان يعني دائما نسوي برامج، قنواتنا المحترمة تركز على هذه القضية. واكو امثلة عملية هسه انتم كباركم هذه ما ما سمي بالازمة السورية. والحمد لله الان سوريا تتعافى بفضل الله وبفضل حزب الله وبفضل خامنئي الذي ارسل قاده النصر على راسهم الشهيد همداني وبعد ذلك الشهيد قاسم سليماني وبفضل المجاهدين الذين لبوا نداء زينب لن تسبى مرتين من عراقيين من افغان وخصوصا المجاهدين الافغان هؤلاء مظلومون ها أنا لا أريد أن أكشف ما يقوم به هؤلاء الأبطال الفاطميون من دور عظيم والله في التمهيد لظهور صاحب الزمان كإخوانهم الإيرانيين وكإخوانهم اليمنيين وإخوانهم العراقيين وشفتوا أنتم شفتوا النتيجة العملية النتيجة العملية ما قام به إخوانكم في سوريا كسر كل او او اجتث كل جذور ما سمي بالدوله الاسلاميه دوله الخرافه هي المقدمه هناك وكسرت هذا اجتثت هذا الجذر واجهضت مشروع داعش في العراق وفي سوريا وفي المنطقه وحفظت المنطقه ايضا والعالم في سوريا حزب الله كانت لديه رؤية والحمد لله نجحت هذه الرؤية يعني أثبتت أنها هي الصائبة شافوا أنه الآن سوريا إذا سقطت سوريا بيد الإرهاب العالمي يعني بيد إسرائيل هو هذا كانوا, كانوا يبشرون بالعصر الإسرائيلي فستسقط الدول الإسلامية تباعا خلاص دومينو فكانت لديهم هذه الرؤيا وقدموها الى السيد علي خامنئي. السيد نصر الله حفظه الله قدم هذه الرؤيا لسماحه السيد علي خامنئي. اقترح عليه ودعاه الى ان ياتي الى سوريا يعني ايران ذهبت ايران الى سوريا. انا اذكر في تلك الفتره ايضا يعني عندما ذهب الشهيد القائد رحمه الله حسين همداني في البداية هو مع واحد آخر حتى هناك في سوريا كان هناك اختلاف في وجهات النظر داخل القيادة السورية البعض كان يعول والأكثرية كانوا يعولون على أنه خلينا نعتمد على روسيا روسيا بعدها ما كانت منخرطة بشكل كبير روسيا انخرطت في أكتوبر 2015 باقتراح من الشهيد القائد قاسم سليماني. فما كانوا يعني يوافقوا ما كانوا كثير راغبين بالدور الايراني، فكتب القائد حمداني الى السيد علي خامنئي، وهذا ايضا نشره المرحوم همداني في مذكراته قبل استشهاده. فقال السيد خامنئي قال سوريا سوريا مثل الطفل المريض الذي يحتاج الى الدواء، فالطفل المريض ما يقبل بالدواء، لازم تعطيه الدواء، انت تشربه ولو تفرض عليه ذلك، فابقوا ودافعوا عن سوريا ونجحوا في سوريا. نجحوا في سوريا من خصوصيه حزب الله وخصوصيه السوريين. يعني شو وقت ما يقولونهم لهم السوريين روحوا روحوا. بس هذا كان ينقل انه يا بتر اكو حسينا اكو بعضهم ما يرغبون فينا. قال لا ابقوا. الا اذا قالكم السيد بشار، بشار ما قال. المهم ما يسمى باحزاب واحزاب ولايه الفقيه يا احبائي حتى هذه تعمل وفق خصوصيه بلدانها. ماكو شيء اسم وكيل وماكو شيء اسم اصيل. الاصاله لله ولرسوله. هاي الولايه، الولايه شنو الولايه؟ انما المؤمنون اخوه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إحنا لازم نحكي عن هذا الموضوع باستمرار فبس في وسائل الإعلام لازم أحنا من نقول يجب أن يتوقف أولئك الذين يروجون لفكرة أنه ذول وكلاء إيران لأن هو ينطوي هذا على اتهام غير مباشر بالعمالة لإيران الارتزاق مرتزق مو الوطنيه يخرج من هذا الجانب الوطني هذا يجب ان يتم التركيز عليه ايضا في وسائل اعلامكم وعبر القنوات الرسميه لمنع هؤلاء من الترويج لمثل هذه المفاهيم بس اقولها وقبل ان اختم وباختصار شديد الكيان الصهيوني واداره بايدن حتى الكيان الصهيوني يريدون الاتفاق النووي لان يعرفون جيدا ان الاتفاق النووي بالشروط الحاليه هو اصلا هدف الاتفاق النووي ان لا تنتج ايران سلاحا نوويا. اذا ماكو اتفاق نووي يعني ماكو رقابه. وايران توقع موقعه على معاهده الحد من الانتشار النووي وموقعه او تطبق البروتوكول الاضافي. هذا البروتوكول الاضافي يسمح لمفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئه، ونفس الاتفاق وبداخل الاتفاق اكو بنود مثلا تحوير مفاعل اراك للمياه الثقيله وغيرها تمنع من انتاج سلاح نووي، وفي الخامسه فتوى السيد القائد ايه الله العظمى السيد علي خامنئي. بس يريدون يثيرون الازمات لان عندهم انتخابات في الكيان الصهيوني في الاول من نوفمبر وفي الانتخابات النصفيه في الولايات المتحده الامريكيه. ولهذا راحوا بردوا الازمات في اليمن الحديث عن تشكيل حكومه ايضا في لبنان تبريد ازمه كاريش وبالعراق نفس الشيء. لكن بهذا شفتوا الموضوع التركي والتدخل التركي ما يريدون اندلاع ازمات بس هذا لا يعني انهم لا يريدون الاستفاده من اثاره بعض الاضطرابات واشعال بعض الحرائق هنا وهناك لفرض اجنده واضعاف نفوذ من يسمونهم بالوكلاء. المخلصون هؤلاء المخلصون الحقيقيون الذين حاربوا داعش وكسروه وحاربوا قوات الاحتلال سلبيا وعسكريا واخرجوه واللي الان يرفعون شعار هؤلاء الذين يرفعون شعار لا للقوات الاجنبيه الوطنيين الحقيقيين هؤلاء فانتبهوا اخواني واخواتي من هذه الاثارات الاعلاميه ما كل شيء راح يصير اذا سارعتم في تشكيل الحكومة وفق الرؤية التي أنتم ترونها ولا مانع من أن يشارك فيها الأخوة من التيار ما في مشكلة هل يشارك فيها الجميع عبروا هذه المرحلة بس من هنا أطلق هذه الكلمة وأختم شكلوا حكومة وروحوا بسرعة نفذوا كل ما تبقى من القرار 598 اللي فقط اوقف الحرب ما يسمى بالحرب العراقيه الايرانيه وابقى على خزين هائل من الالغام يمكن ان تنفجر في يوم ما، وقعوا اتفاقيه سلام مع الجمهوريه الاسلاميه، بل وقعوا على اتفاقيه عدم اعتداء واخرى للدفاع المشترك حتى تستفيدون من تجربه سوريا لان القادم اعظم، اذا انهار الاتفاق النووي بشكل نهائي، واذا اذا اقول اذا غير جازمه، نفذ الاسرائيليون تهديداتهم الجوفاء الفارغه، وهاجموا من يسمونه بالاصيل عند ذلك علي وعلى اعدائي، والعاقل يفهم. 写吧